مشكلتي ان انا عندي اعاقه وعندي تضخم اوعيه دمويه في وشي. مشكلتي ان انا الدكاتره محذريني ان انا لو وقعت هيحصل لي نزيف مش متوقع. انا كنت بتعالج في لندن على حساب الدوله وليا استكمال العلاج، بس انا مش عارفه ارجع تاني اكمل العلاج. المشكله دلوقتي ان انا عندي اسناني مسوسه، مفيش دكتور في مصر راضي يقربني خالص خوفا من حدوث النزيف. دي مشكله انا معوقه تزوجها من معوق ولا ليا دلوقتي. عايزين يبقى نعرف يبقى لنا حقوق، نعرف ليه اليوم نقابل محافظ ده برئيس وزراء ولا رئيس الجمهوريه نقعد معاه زينا زيه بالظبط، زي كل المجموعات تروح تقعد. يعني النشيد السياسي ما لهمش لازمه ومش عارف ما لهمش لازمه، بيقعدوا معاه ويتكلموا وياخدوا حقهم، واحنا اللي احنا ليه حق مش عارفين ناخده منه. بس يوضح لي المشكله بتاعتك. احنا عايزين نقعد معاه نتكلم معاه يقول لنا احنا مشاكلنا ايه؟ بنعاني من ايه؟ وازاي نحلها؟ مشاكلنا هم عارفينها 100%. لا مش عارفينها، هم اللي عارفينها كانوا حلوها، هم الناس في عالم ثاني واحنا في عالم ثاني. هم قاعدين في التكييفات في العربيه المكيفه في العيش الفينو في التوست في شعب الكلام ده كله. وضح لي انت بتعاني من لا استنى، بعاني من الميه المواصلات، مش عارف اخد شقه، مش عارف اقعد كويسه.